بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ شيخ صالح بتفسير الآيتين الأخيرتين من أواخر سورة الإسراء في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين الآيتين من آخر سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذلك أنه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وكان يقوم ويصلي ويجهر بقراءته في الليل فيسمعه المشركون وهو يقول: يا الله يا رحمن، فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يدعو إلها واحدا وهو يدعو إلهين، الله الرحمن. فرد الله عليهم بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله له أسماء كثيرة، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله جل وعلا له أسماء، منها ما علمنا إياه وبينه لنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لم يبينه الله لنا واستأثر بعلمه سبحانه وتعالى. وذلك من كماله سبحانه، لأن تعدد الأسماء تدل على عظم المسمى وكماله، وهي أسماء لها معاني عظيمة، كل اسم منها يتضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهي أسماء كمال وعظمة ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأسمائه: الرحمن، الله الرحمن، يدعوه ويتوسل إليه بهذين الاسمين العظيمين. فقال المشركون من باب المغالطة: انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يدعو إلها واحدا وهو يدعو إلهين، الله الرحمن. فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة،
وبين أن قولهم هذا باطل، وأن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، وإنما يدل على عظمته وكماله سبحانه وتعالى. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بالقراءة. المراد بصلاتك هنا القراءة، لأن القراءة تسمى صلاة. ولا تجهر بصلاتك حتى يسمعها المشركون ويتندروا بها، ولا تخافت بها وتخفها. فالمصلي يجهر بقدر ما يسمع نفسه إذا كان يصلي وحده، وإن كان يصلي بجماعة فإنه يجهر بقدر ما يسمع المصلين. فالجهر بالقراءة على حسب المصلحة والمنفعة. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك حتى يسمعها المشركون ويتندروا بها، ولا تخافت بها فتخفيها إخفاء لا يظهر لها حروف مسموعة. وابتغي بين ذلك بين الجهر والإخفات سبيلا طريقا إلى الحق. فالجهر والإخفات إنما هو بحسب المصلحة. صلاة الليل جهرية، صلاة النهار سرية، إلا الصلوات التي جهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالنهار، مثل الجمعة ومثل صلاة العيد، صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، هذه يجهر بها في النهار. ثم قال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ثناء على الله سبحانه وتعالى أنه من كماله وعظمته وغناه لم يحتج إلى الولد، كما تقوله النصارى المسيح ابن الله، وكما تقوله اليهود عزير ابن الله، وكما تقوله مشركة العرب الملائكة بنات الله. الله لم يتخذ ولدا سبحانه لغناه عن ذلك، ولأن الولد شبيه بالوالد وجزء منه، والله جل وعلا لا يشبهه أحد وليس له جزء، كما قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، كما قاله المشركون وكما قاله النصارى واليهود. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الملك كله لله. قال جل وعلا إذا قامت القيامة، يقول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ ثم لا يجيبه أحد، ثم يجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. ولا أحد يعارضه في ذلك، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالملك بيد الله سبحانه وتعالى، وملوك الدنيا إنما هم الله هو الذي ملكهم مؤقتا، ثم يعود الملك إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك. وإذا لم يكن له شريك في الملك فلا يجوز أن يشرك معه في العبادة، لأن توحيد الربوبية دليل ومستلزم لتوحيد الألوهية. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خلقكم وما تعملون، فهو الخالق سبحانه وتعالى وحده.
هذا من صفاته سبحانه، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. ولي المراد بالولي هنا المناصر والمعين، أما أن له وليا بمعنى أن له أولياء من عباده يحبهم ويحبونه من الولاية وهي المحبة، الله له ولي، إنما ليس له ولي من الذل. أما وليه بالولاية والمحبة فله أولياء سبحانه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث أن الله يقول: من عادى لي وليا فقد بارزته، أو فقد بارزني بالمحاربة. فالله له ولي بالمحبة والطاعة والانقياد، وليس له ولي يعينه أو يناصره. ولهذا قال: ولم يكن له ولي من الذل يتعزز به ويتقوى به، لأنه الغني سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وكبره تكبيرا، عظمه حق تعظيمه، عظمه تعظيما، لأنه المستحق لذلك سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. نذكر السادة الإخوة والأخوات لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان بمتابعة هذه الحلقة، وتليفون البرنامج سيظهره مخرج هذه الحلقة زميلي ناصر القمي على الشاشة قريبا. نبدأ بالأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ. هذا يقول: إذا بدأت العمل ولم أتسلم الراتب إلا بعد 6 أشهر، فمتى يبدأ عندي الحول بالنسبة للزكاة؟ هل هو من وقت تسلمي للراتب أو من وقت الاستحقاق؟ من وقت تسلمك للراتب، لأن ما قبله عرضة لأن ينقطع ولا يأتي، فلا يجب عليك فيه زكاة حتى تقبضه وتبدأ الحول من قبضه ودخوله تحت ملكك وتصرفك. نعم. هذه السائلة تقول: هل الدرج الداخلي من المسجد يحل للحائض الجلوس فيه لشهود الخير والعبادة والعلم؟ نأمل منكم توضيح ذلك. لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد من جميع حوائطه وأبوابه، إنما تكون خارج المسجد، لأنها لا تلبث في المسجد. الحائض والجنب لا يلبثان في المسجد، ولا بأس أن الحائض أنها تبقى خارج المسجد وتستمع، واليوم الحمد لله مكبرات الصوت توصل إليها ما تريد من القراءة ومن سماع الذكر وهي خارج المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج العواتق والحيض لحضور صلاة العيد قال: وتعتزل الحيض المصلى، تعتزل المصلى، يعني تكون خارج مصلى العيد، ولكنها تحضر لتستمع الذكر وتستفيد. نعم. من أوتر قبل النوم ثم قام قبل الفجر، هل يصلي واحدة لينقض الوتر الأول ثم يوتر آخر الليل؟ إذا أوتر في أول الليل فلا بأس، ولا مانع أن يقوم في آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. كان صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي بعد الوتر، أنه كان يصلي بعد الوتر. صلاة المغرب هي وتر النهار، ومع هذا يصلى بعدها، فلا مانع من ذلك. نعم. هذا سائل يقول: شيخ، أيهما أولى بالابن، أن يكون قريبا من والده في نفس المدينة ويباشر بخدمته، أم يشتغل ببعض القرب المتعدية النفع حتى لو اضطر إلى الإقامة
في مدينة أخرى، لا سيما أنه من يعني بار بأبيه، فما الأفضل في ذلك؟ إذا كان والده يحتاج إلى قربه منه فإنه يكون قريبا منه ليقوم بحاجته وأيضا ليستأنس به. أما إذا كان الوالد يستغني عنه أو عنده من أبنائه الآخرين من يقوم بقربه فلا بأس بذلك. نعم. هذا سائل ورد هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول فيه: هل في مسك القرآن الكريم أثناء القراءة باليد اليسرى شيء؟ وإذا كان ما في شيء وأنكر علي شخص بجانبي ماذا أقول له؟ نعم، الأولى أن يمسك القرآن باليد اليمنى تكريما له، لأن اليد اليمنى تكون للأشياء المستطابة كالأخذ والإعطاء والسلام وأخذ الأشياء الطيبة، وأما اليسرى فتكون لإزالة الأذى، فالأولى أن يحمل المصحف بيده اليمنى تكريما له، إلا إذا كانت يده اليسرى لها شاغل أو معطلة فلا بأس أن يمسكه بيده اليسرى. نعم. له فقرة أخيرة في أسئلته، يقول: من حفظ القرآن ثم نسيه إما بسبب الذنوب أو الانشغال بالدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعاهد القرآن وأخبر أنه يتفلت كتفلت الإبل من عقولها، فيتعاهد القرآن، وإذا نسيه لآفة حدثت له فلا حرج عليه بذلك وهو معذور. أما إذا نسيه بسبب عدم التلاوة والإهمال والانشغال عنه فهذا يعتبر زوال نعمة، نعمة عنده زالت، فعليه أن يسترجعه ويستعيده ولا يتركه يتفلت عليه، يكثر من تلاوته، يجعل له نصيبا من التلاوة في كل يوم حتى يختمه ويكرر ذلك، وله الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، حسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، نأخذ فهد من مكة المكرمة، تفضل يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. عندي أرض بصك وفي نظام في البنك، يشتريها مني ويجيرنيها جار منتهي بالتمليك عشان أسوي لي بيت عليها، هل هذا داخل في حرام ولا في شيء؟ هذا لا يجوز. لا يجوز البيع الأجار المنتهي بالتمليك، لا يجوز. لك أن تبيعها على البنك أو على غيره، إذا كانت في ملكك وحوزتك لك أن تبيعها على البنك أو غيره بيعا منجزا. طيب. بثمن حال أو ثمن مؤجل أو مقسط لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل تجوز كتابة آيات القرآن الكريم على أواني الطعام للشراب أو لغرض التداوي بها؟ أما لغرض التداوي بها فلا بأس أنه يكتب القرآن في صحن أو في إناء طاهر ثم يغسل ويشرب الغسالة، هذا يدخل في الرقية لا بأس بذلك. أما أن يكتب القرآن على الصحون أو على الأواني من غير أن يغسله و يستشفي به فلا يجوز هذا، لأن هذا من إهانة القرآن وتعريضه للإهانة. نعم. هل للدعاء يقول تأثير في تغيير ما كتبه الله على الإنسان قبل خلقه؟ الدعاء هو من القدر ومما كتبه الله سبحانه وتعالى، فهو من القدر، ما لا يكون شيء إلا بقضاء الله
وقدره، وأفعال العباد من قدر الله سبحانه، وقراءته من قدر الله، والقدر يعالج بالقدر. نعم، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. يسأل الشيخ عن الحكم الحلف على المصحف. لا أصل لهذا، المصحف لا يحلف عليه، هذه عادة سيئة. الحلف لا حاجة إلى حمل المصحف أو وضع اليد عليه، هذه من العادات التي لا أصل لها في الشرع. نعم. نعم فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا هذا سائل يقول: إذا قال المشتري للبائع بكم اشتريت هذه السلعة، فهل يلزم البائع أن يقوم بإخباره؟ إذا كان يريد أن يبيعها عليه بقيمتها التي اشتراها بها، فإنه لا بد أن يخبر بالواقع ولا يغرر بالمشتري، يقول اشتريتها بكذا ولأجل أن يأخذها بقيمتها، لأن هذا يعتبر من النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يريد شراءها وأخبره أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، فهذا من الكذب، من الكذب في الحديث، والمسلم يلزم الصدق. نعم. عبد الملك من جدة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ صالح وفقكم الله، هذا الرجل يريد أن يعتمر عمرة يتمتع بها إلى الحج، هل لهذه العمرة نية محددة؟ هذا السؤال الأول. بارك الله فيك. جاوب الشيخ. العمرة، عمرة التمتع وعمرة غيرها، لا بد من نية الإحرام. الإحرام لا ينعقد إلا بالنية، فالإحرام هو نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام، عمرة التمتع وغيرها. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير، تناقل بعض الناس دعاء في مواقع التواصل فيه أن اللهم ارزقني صبر أيوب وإيمان موسى، هل جاهز يا شيخ؟ لا، هذا من الاعتداء في الدعاء. لا تسأل الله منزلة الأنبياء وأعمال الأنبياء، لكن اسأل الله أن يوفقك لاتباع الأنبياء والاقتداء بهم في عملهم وفي صبرهم ودعائهم، الاقتداء فقط، وإلا فلا أحد يلحق بالأنبياء في درجتهم، ولا يدعو أحد أن يجعله الله في درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. إذا كان من عادة الإنسان أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، لكن ليلة من الليالي لم يوتر إلا بثلاث ركعات، فهل يشرع أن يقضي في النهار ما فاته، وكيف ذلك؟ لا، هذا أوتر، ما دام أوتر بالليل ولو بركعة واحدة حصل المقصود والحمد لله، فالوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال 11 أو 13، فبأيها أوتر يكفي هذا، ولا حاجة إلى قضائه في النهار، إنما قضاء الوتر في النهار لمن لم يوتر في الليل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج الذي سيظهر على الشاشة قريبا. أسئلة وردتنا فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أصيب قريب لي بحادث وحصل له ارتجاج في المخ، يصحو أحيانا ويضيع أحيانا، وجلس على هذا الحال 15 يوما لا يصلي، فهل يصح فعله أو يلزم بأداء الصلوات السابقة؟ إذا صح يصلي ولا يؤخر الصلاة، أما إذا أصيب بإغماء أو ضياع الفكر في فرصة قليلة ثم عاد إليه عقله، فإنه يقضي الصلاة إذا كان فات وقتها، وإذا كان الوقت باقيا فإنه يصليها ولو في آخر وقتها، المهم أنه لا يضيع الصلاة، إلا إذا كان الإغماء كثيرا يستغرق مدة طويلة فلا يلزمه القضاء فيها، لكن إذا صح فإنه يصلي في المستقبل. نعم. معنا صبري من مكة المكرمة، تفضل صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام.
كيف حالك من الشيخ؟ ربنا بارك في عمرك. حياك الله. تفضل يا صدري. والله حضرتك دلوقتي انا رحت اتقدمت لخطبة فتاة وشيوخ الحرم زكوني تمام، وذهب معي مؤذن الحرم والاهل وافقوا بيا وسويت النظرة الشرعية ووافقوا بيا وكده، وبعد ما خلصنا الاجراءات فوجئت ان الوالد رفض بدون اي اسباب تمام. بعد ما سوينا نظرة شرعية والشيخ من المشايخ مؤذن الحرم ذهب معايا يزكيني، وكان في اهلها خلالها وعمامها تمام. بعد كده ابوها رفض، ايه الحكم الشرعي؟ نعم. الحكم انه ما دام ما عقدت عليها فليس لك عليها حق، وإذا رفض الحمد لله النساء كثير، التمس غيرها وربما تكون الخيرة في ذلك. نعم شكرا. هذا يقول الشاب التائب وعليه ديون ولم يستطع سداد تلك الديون، هل التوبة إذا تاب من هذا تكون صحيحة؟ لا، التوبة لا تسقط حقوق الآدميين، لا بد من أدائها أو عفوهم ومسامحتهم عنها، لا بد من هذا، فعليه مع التوبة أن يؤدي حقوق المخلوقين أو أن يطلب مسامحتهم عنها، وإلا فإنها تبقى في ذمته. نعم. يقول إمام المسجد قال في الرفع من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، هل يلزمه سجود سهو؟ إذا كان فعل ذلك متعمدا تبطل صلاته أو تبطل الركعة التي ترك منها التسميع. أما إذا قاله ساهيا وناسيا فإنه يأتي بسجود السهو لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. نعم. هذا سائل أرسل بسؤال يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ صالح في من يدعي علم الغيب وبخاصة أولئك الذين يقولون عندنا بعض الأمور المتعلقة بالغيب، ما حكم ذلك؟ مأجورين. من ادعى علم الغيب فقد كفر، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أو من أطلعه الله على شيء منه، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله جل وعلا هو المختص بعلم الغيب لا يعلمه إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه أو من أطلعه الله على شيء منه من أنبيائه ورسله، فمن ادعى علم الغيب فإنه يكون كافرا لأنه يزعم مشاركة الله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. ومن نواقض الإسلام ادعاء علم الغيب كحال الكهنة والسحرة والمنجمين غير ذلك من الذين يدعون، والرمالين الذين يدعون علم الغيب، هؤلاء كفرة عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أبو حامد من مكة معنا، تفضل أبو حامد. تفضل أبو حامد. نعم تفضل سؤالك. نعم. طيب إذا ألو. نعم تفضل، اكسر التلفزيون شوي. طيب مرحبا. اكسر التلفزيون. طيب مرحبا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. وأنت كذلك. يقول أنا عندي بنات، بنتي يا تايم ولهن جد، واحدة بنت الكبيرة جاء لها واحد ابن حلال وعقد بلا أحبل يحضر يعقد عليها النكاح، وما أدري إيش المشكلة، ما حد لهن إلا الله في المعانا وهو،
ايش ما ادري ايش يسوي زي هذا المشكلة. نعم أبو حامد، فيه تردد في أسئلتك، يمكن في صدى، لعلك تعيد مرة ثانية أو تتصل بالشيخ بالإفتاء. من الأسئلة التي وردتني فضيلة الشيخ تقول للأخت السائلة: إذا اشتبه الدم على المرأة فلا تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة، فماذا تعتبر وإذا كانت في عبادة مأجورين؟ الحيض له صفات، صفة الرائحة وصفة اللون، وكونه أيضا في أيام العادة، فهذا يعتبر من الحيض. إذا كان يحمل صفات الحيض، رائحته رائحة الحيض، أو لونه أسود، أو كان ثخينا ليس سائلا وإنما هو ثخين، هذا يعتبر من الحيض لأنه يحمل صفات الحيض. وإذا لم وهذا وإذا هذه تسمى بالمميزة، فإذا لم يكن لها تمييز ترجع إلى العادة التي اعتادت الحيض فيها قبل أن تصاب بالاشتباه عادتها. فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تعتبر غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: في رمضان الماضي كانت تقوم الليل وتصلي العبادة وتصلي الفجر ثم تنام عن صلاة الظهر، وتقوم وتجمعها مع صلاة العصر. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تؤخر الظهر إلى صلاة العصر وتجمعها معها من أجل أن تنام. الجمع إنما يجوز للمريض الذي يحتاج إليه، أو للمسافر الذي يقصر الصلاة، أو الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر لأهل المسجد. وأما ما عدا ذلك كل صلاة تصلى في وقتها لا تقبل إلا فيه، كما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. فلا يجوز لها أو لغيرها أن تأخير الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى من أجل النوم، لا في الليل ولا في النهار. نعم. أبو أحمد من جدة، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. اكسر أبو أحمد، اكسر التلفزيون شوي، اكسر التلفزيون لأن في صدى معنا. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير يا شيخ. حنا يوجد عندي أرض شاريها ولاني عادها للبيع، وهي استثمار، ما هي يعني ما مو للسكن ولا شيء، فيما بعد ببيعها عندما أحتاجها، هل عليها زكاة؟ إذا كنت ناويها للبيع فيها الزكاة، إذا تم عليها سنة وأنت تنويها للبيع فإن فيها الزكاة، وإذا لم تنويها للبيع وإنما تريدها للبقاء والعقار وتريد أن تبنيها سكنا أو للاستثمار فليس فيها زكاة. ولكن إذا أجرتها فتزكي أجرتها. طيب، هل يجوز الحج؟ يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن والدة المتوفاة، وما شرط ذلك؟ نعم، المتوفاة إذا لم تكن اعتمرت عمرة الإسلام أو لم تكن حجت حجة الإسلام فإنك تقوم بذلك، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن أباها أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، قال: أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. تجوز النيابة في الحج الفريضة عند تعذر قيام الأصل بذلك لكبر سن أو لمرض مزمن. نعم. يقول: ما الذي يصل للوالدين من الأعمال الصالحات؟ يصل إلى الغير ما ثبت بالدليل، مثل الصدقة
عن الوالدين أو غيرهما، مثل الدعاء للوالدين أو غيرهما، مثل الوقف الذي يوقفه الإنسان لنفسه أو يوقفه عليه غيره يصل إليه. وما عدا ذلك فكل له عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فما ثبت أنه يهدى للغير من ثوابه يفعل هذا، وأما ما لم يثبت فالأصل أن كل عمل يختص بصاحبه. نعم. عبد الرحمن من الرياض، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عبد الرحمن قصر التلفزيون شوي، قصر التلفزيون، تفضل. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. الله يرفع قدرك إن شاء الله. يا شيخ، بالنسبة لصيام ستة من شوال المرة إذا كان عليها قضاء، هل تصوم القضاء أولا ولا الست؟ هذا السؤال الأول، الله يحفظك إن شاء الله. السؤال الثاني، تصوم القضاء أولا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال الذي عليه قضاء لم يصوم رمضان، باقي عليه، فتصوم القضاء أولا، وإذا بقي في شهر شوال شيء تصومه بنية ست الأيام من شوال. نعم. السؤال الثاني، الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم. السؤال الثاني السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ، قوله ولفظ قدس الله روحك، هل يجوز ولا ما يجوز للحي ليس للميت؟ هذا ما لم يرد لا في حق الحي ولا للميت. قدس الله روحه تقول غفر الله له رحمه الله وما أشبه ذلك. نعم. شكرا يا عبد الرحمن. يقول: ما تفسير الآية يا شيخ: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ إلى الله جل وعلا يصعد، يعني يرتفع، الكلم الطيب، كلام الطيب مثل الدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل، الكلام الذي من طاعة الله سبحانه يصعد إلى الله، وهذا دليل على علو الله سبحانه فوق خلقه، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. ثم قال: والعمل الصالح يرفعه، يعني لا يكفي الكلام، لا بد من العمل، فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان كلام بدون عمل فإنه لا ينفع صاحبه. نعم. هذه سائلة تقول بأنها تعاني من كثير من الوساوس، وخصوصا في الطهارة وفي عبادة الصلاة، فكيف نقي أنفسنا من هذه الوسوسة الشيطانية؟ قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعلى المسلم إذا حس بالوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا، أن لا يلتفت إلى الوساوس بل يرفضها رفضا تاما ولا يهتم بها. نعم. حمدان من جدة، تفضل يا حمدان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. سألت الشيخ، أنا طال عمرك صمت الست الحمد لله، وفي أول يوم لما صمت يعني كنت عازم، ما لاني عازم أصوم ولاني عازم أفطر، فصمت قبل صلاة الفجر بخمس دقائق، فما حكم صيامي هذا؟ لا بأس بذلك، صيامك صحيح ما دام صمت قبل طلوع الفجر، فصيامك صحيح. وحتى لو طلع الفجر وأنت لم تأكل ولم تشرب بعد الفجر ونويت صيام الست أو غيرها من التطوع لا بأس بذلك. نعم. شكرا. هذا سائل يقول: شيخ، كيف نجمع بين قوله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وبين الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ لا تعارض بينهما يا أخي، لأنه لا يجوز تحريم الحلال، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فلا يجوز تحريم الحلال، حرام هذا. وأما ثم لتسألن يومئذ عن النعيم،
يعني إذا لم تشكروا النعمة فإنكم ستحاسبون عليها. هذا في الذي لم يشكر النعمة. نعم. هذا السائل يقول: عندي سؤال عن الجورب، إذا لبست الشراب على طهارة ثم مسحت عليه مثلا لصلاة الظهر ثم خلعت الشراب وأنا ما زلت على طهارتي، هل يجوز أن ألبس الشراب مرة ثانية وأمسح عليه لصلاة العصر؟ إذا خلعته بطل المسح، فإذا لبسته ومسحت عليه بعد اللبس بدأت المسح من جديد، تكون بدأت المسح من جديد، أما الماضي فقد بطل بخلعه بعد مسح عليه. نعم. محمد من الطائف، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. الشيخ نحبك في الله. حياك الله، بارك الله فيك. الله يطول عمرك. أحد أقاربنا أوصى لابنه، كتب له: وهبت لك أرضا بعد مماتي، وتوفى هذا الشخص، فهل تعتبر وصية تنفذ أو لا تعتبر وصية لوارث؟ والله هذه تعرض على القاضي، تعرض على القاضي وينظر فيها، هذه من شؤون القاضي. حياك الله. شكرا. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأضحية، هل هي واجبة كل سنة، وهل هي خاصة بالأموات فقط أم يدخل فيها الأحياء، وما هي الأحكام الشرعية فيها؟ الأضحية سنة مؤكدة، وهي من أفضل الأعمال، وهي سنة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذا حصلت كل سنة فهذا أفضل، وإذا لم تحصل فليس بلازم، أو كان الإنسان ما يستطيع فلا حرج عليه، فهي سنة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للعمرة، يقول: كم بينها وبين العمرة الأخرى، فأنا أريد أن أخذ عمرة عن نفسي ومن ثم والدي ووالدتي ومن ثم عماتي وأقاربي. تكمل للسؤال الأول عن الأضحية، تكون للحي ولا للميت؟ تكون للجميع، ينويها عن الحي وعن الميت وعما يريد من المسلمين، لأن فضل الله واسع، وهي من الصدقة التي ينفع الله بها المتصدق، وأيضا ينفع بها من نوى أصولها إلى أصول ثوابها إليه. وأما السؤال الثاني، نعم نعم، معنا سائل فضيلة الشيخ، تفضل عوض. السؤال الذي قرأت وش؟ نعم، السؤال الذي قرأت كان يسأل يا فضيلة، يريد أن يأخذ عمرة عن والده وأقاربه، يقول: بين العمرة والعمرة كم من المدة؟ لم يحدد هذا، ولكن كونه يكون بينهما فاصل زمني بحيث ينبت له شعر في رأسه يحلقه أو يقصره، يكون هذا أفضل. والعمرة عن الآخرين الأولى أن يأتي بسفر، أن يأتي عن كل واحد عمرته في سفر مستقل، هذا هو الأفضل. نعم. تفضل يا عوض. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا يمني مقيم في المملكة، وعندي أبي وأمي وعمتي ينوون الحج، ولكن مكلف الحج من اليمن، فهذا أعتمره في رمضان يجزي عن حجة الإسلام؟ لا، ما يجزي العمرة، ما تجزي عن حجة الإسلام، يبقى الحج إذا استطاعوا الحج يحجون، وإذا لم يستطيعوا فليس عليهم شيء، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. شكرا يا عوض. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ صالح، كيف يجب أن تكون مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم؟ أن يكون الرسول أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن والده ومن الناس أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هذا ما صفة الاستغفار؟ وهل الاستغفار له أوقات معينة؟ وما هي شروطه؟ الاستغفار صفته أن يقول استغفر الله، أو يقول اللهم اغفر لي، أو ما أشبه ذلك. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والاستغفار فيه فضل عظيم، الله أمر به سبحانه، أمر بالاستغفار، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بالاستغفار لأنهم بحاجة إليه. كلكم خطاء وخير الخطائين توابون. وشروط التوبة والاستغفار معروفة عند أهل العلم: أولا أن يترك الذنب ولا يستغفر بلسانه وهو لم يترك الذنب، يترك الذنب أولا الذي استغفر منه، ثانيا أن يعزم أن لا يعود إليه، فإن تاب واستغفر وبنيته أن يعود إليه في وقت آخر فهذه توبة مؤقتة لا تقبل، وهذا استغفار لا يقبل. الثالث الندم على ما حصل منه من الذنوب والسيئات، يندم على ذلك ويخجل من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل عن قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن. التزام هذا دائما لا أصل له، أما إذا قال في بعض الأحيان أو لمناسبة فلا بأس بذلك، لكن التزام هذا كأنه من أحكام التلاوة. الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يأمر بقول صدق الله العظيم بعد القراءة، إنما هذا شيء جرى عليه بعض الناس والتزموه وهو لا أصل له. نعم. عقد النكاح على المرأة الحائض، هل هذا جائز فضيلة الشيخ؟ نعم جائز، والعقد صحيح، الحيض لا يمنع من صحة عقد النكاح على الحائض. نعم. يقول هذا السائل: ما ضابط تربية الحيوانات كالقطط والكلاب؟ لا حاجة إلى ذلك. وأما اتخاذ القطط في البيت لأجل الحاجة فلا بأس بذلك، وأما الكلاب فلا تدخل البيوت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الكلاب البيوت أو يجعل لها مكانا في البيت، هذا لا يجوز. نعم. مشهور من الطائف اتصال، تفضل مشهور. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور مشهور تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انقطع فضيلة الشيخ. الصلاة يا نعم شيخ. نعم. الصلاة، حانت الصلاة، جزاك الله خير. إذا نكتفي بهذا القدر فضيلة الشيخ، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء.